اعتمد على 3 محامين من جنسيات مختلفه، سويسري فرنسي وايطالي، للدفاع عن حق الاتحاد. الفاف اعتمدت على ملف مكتمل يحمل كل تفاصيل المحادثه في لقاء الذهاب الى حد الصور. انصار او جماهير نهضه بركان المغربيه الذي اعتمدت على شعارات سياسيه، وهو ما ينافي القانون، قانون الاتحاد الافريقي لكره القدم. الخريطة التوسعية الوهمية صالت وجالت في المدرجات ملعب بركان البلدية فريد. وفق هذه الصور ووفق كل الأمور الغير قانونية التي اعتمد عليها هذا الفريق، السؤال: هل سينجح صادي في أول صدام حقيقي بينه وبين هيئة إفريقية سبق وأن مالت للطرف المغربي على حساب الجزائر مع رؤساء سابقين في صورة جهيد زفيزف في آخر صدام له مع موتسيبي؟ شوف، قبل أن أجيبك على هذا السؤال بودي فقط أن أعود إلى السؤال الذي طرحته على ناصر. تفضل. الطاس ليس من مهامها الفصل في نتيجة المباراة. الطاس تقبل الملف، تدرس الملف وترفض ذلك القرار الصادر عن الكاف. مسألة إعادة المباراة، مباراة واحدة في ملعب محايد، هذه الأمور لا علاقة لها بالطاس. الطاس ترفض النتيجة وتلزم الكاف بالبحث في إعادة هذه المواجهة، سواء بمباراة واحدة، مواجهتين ذهاب وإياب. تعود للكاف بعد الطاس لا يمكنها أن تفصل لصالح الاتحاد بالفوز والتأهل إلى النهائي. ليس بإمكانها مثلا إلغاء نتيجة المباراتين؟ لا، تلغي نتيجة المباراتين وتلزم الكاف الكاف هي التي سوف تنظر بعد ذلك، هي المسؤول الأول على هذه المنافسة. سنكون في صدام مع هذه الهيئة. لذلك قلت لك، سواء فزنا بالقضية من الجانب القانوني أو لم نفز، نحن الآن فتحنا الجبهة مع الكاف وننتظر الويلين من هذه الهيئة. منذ قليل أمين قال لك هذه الهيئة التي تكره الجزائر. أبدا يا أمين، هناك تبع في هذه الهيئة وهناك شرير واحد هو الذي يكره الجزائر وليست الكاف، حتى نكون منصفين ولا نفتح الجبهة مع كل الشركاء الإفريقيين. لكن الكاف يحكمها التبع والشرير. التبع اليوم هم دمى بين يدي زائد اللوبيات. هذه اللوبيات في دمى في يدي الدمية هو ايضا، لان في نهايه المطاف انا قلتها في الحصه الماضيه، هذا الرئيس الذي ينتمي الى المخزن في نهايه المطاف هو ينتمي الى بلد عضوي ينفذ اجندات خارجيه صهيونيه، ولا ياخذ بزمام الامور في كل قراراته السياسيه، اتحدث وليس الرياضيه. اليوم اطرح سؤال واضح المعالم يا عماد، تخيل لو ان فلسطين تقوم بوضع خريطة فلسطين قبل 48 على كل أقمصة المنتخبات الفلسطينية المشاركة في مختلف الألعاب الأسيوية وما إلى ذلك، هل سوف يقبل الاتحاد الأسيوي بالخريطة الفلسطينية؟ لا. سؤال يعني جد بريء وجد واضح. أعود إلى بعض المسائل التي تشبه قضية الاتحاد. أبو تريكة عندما رفع ذلك التبان تعرض إلى عقوبة. أبو تريكة، قطر وهي تنظم كأس العالم ورفضت شارة المثليين الذين يحملون تلك الألوان القزحية، تم رفضها من قطر ولم يستطع الاتحاد الدولي أن يقف في وجه قطر وهي ترفض ذلك الشعار، لأنها استندت مرة أخرى على قوانين ترفض الزج بالشعارات الجنسية والدينية والعقائدية والسياسية وما إلى ذلك. أعود اليوم إلى هذه الخريطة التوسعية الوهمية، ليعلم جمهور الرياضي بأن الميثاق الأولمبي انطلق بعد الحروب التي خاضتها البشرية، الحرب العالمية الأولى وما إلى ذلك، ذهبوا إلى الرياضة وسنوا ميثاق يكفر بكل تلك الفوارق السياسية الموجودة على هذه الأرض، وحاولوا يعني عبر الرياضة أن 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 يضعوا كل الجنس البشري على حد يعني على حد من المساواة، ولا يفرق بين هذا البلد وذاك وبين هذا العرق وذاك. لذلك تم سن هذه القوانين. نعود بعد قرن
من الزمن إلى الجحر وإلى الكهف وإلى العصر الحجري ونضع تلك الخرائط على الأقمصة وما إلى ذلك. نحن اليوم نطالب بتطبيق الميثاق الأولمبي الذي ذهبت إليه البشرية وهي تخوض مختلف المباريات سواء في كرة القدم أو في رياضات أخرى. أنا أتحدث على هذا المنطق لأنني متأكد للذي يتحدث اليوم على وليد صادي ويقول لك لقد قام الرجل ولقد ذهب إلى كذا وإلى كذا. عندما كنا نطالب بالذهاب إلى المحكمة الرياضية قيل لنا ساعتها بأنه لم يكن من المنطق أن يفتح الناخب الوطني النار على التحكيم الرياضي الإفريقي. عندما كنا نطالب بالمواجهة قيل لنا ساعتها بأنه ليس من المنطق أن يذهب زتشي ويجابه رئيس الكونفدرالية في تلك الجمعية وتعرض زتشي إلى عقوبة. لماذا الكيل بمكيالين اليوم؟ اليوم صادي ذهب إلى حيث انتهى بالماضي وزتشي وغيرهما. لذلك نقول كانت هذه المواجهة طلب أو كنا نطالب بهذه المواجهة من قبل، لكن علينا أن نستعد لهذه المواجهة يا عماد، لأنه حتى وفي حالة ما إذا فاز الاتحاد بهذه المعركة القضائية القادم سوف يكون أعظم يا عماد، وأنا متأكد لأن باب الانتقام ليس غريب على المخزن أكيد. وهو يضع يده في صحيح في صحيح. في أيدي الصهاينة. اليوم هناك مشروع صهيوني بأيادي مخزنية. أنا قلت لك وأؤكد هذه الدولة العضوية سياسيا هي تذهب اليوم بنفس الـ المشهد إلى الجانب الرياضي. سوف نذهب لو لم نقم بانتفاضة على كل المستويات سوف نذهب إلى عزلة رياضية قارية وفق هذا المنطق الذي انتهجه المخزن بتدبير صهيوني متأكد. تدبير صهيوني اللي عنده وقت طويل من تدبر الأمر هذا أكيد، لأنه يعني مش يتكلم فريد أنه لازم نعالجه هذا كما ينبغي. نصر